خلال جولته في أفريقيا وأمريكا اللاتينية سوف يستقبل محمود أحمدي نجاد أينما حل بمراسم كتلك التي ودع بها في طهران، فهو مثير للجدل لكنه رئيس دولة. في البرازيل التي يصل إليها قادما اليوم من غامبيا في أفريقيا، يستعد الرافضون للزيارة وهي الأولى لرئيس إيراني للبلاد لاستقبال محمود أحمدي نجاد بالشكل الذي يرونه ملائما لرؤيتهم لمواقفه. أشعر بالخزي من رئيس بلادي لأنني صوتت له ثم خاننا جميعا بدعوته شخصا فاشيا ينكر المحرقة لزيارة أرض البرازيل المقدسة. مؤيد إسرائيل في البرازيل ليس وحدهم الرافضين لزيارة الرئيس الإيراني الذي يرافقه 100 رجل أعمال يسعون لدعم العلاقات الاقتصادية الإيرانية البرازيلية. فهناك رافضون يمثلون جماعات المثليين جنسيا والفنانين البرازيليين من أصول أفريقية واليهود المؤيدين لإسرائيل. الاحتجاج على زيارة أحمدي نجاد ليس احتجاجا على وجوده فقط بل على البرازيل. أحمدي نجاد يمثل العداء للديمقراطية ونمثل نحن الديمقراطية. هو يمثل الافتقاد إلى حرية الأديان والبرازيل تمثل حرية الأديان. المتظاهرون خاطبوا المعارضين لأحمدي نجاد داخل إيران حاملين الشعارات ذاتها: لا لأحمدي نجاد، نعم لإطلاق الحريات التي يرى كثيرون أنها محبوسة في إيران. عامر سلطان، BBC.